نجح في إقصاء فريق أبو قير الأسمدة من الدور التمهيدي الرابع والفوز عليه بركلات الترجيح من علامة الجزاء، وأرضية من جديد لطارق طه، ثم رأسية بهدف ثاني عن طريق اللاعب مروان محسن ليسجل ويحرز ويتقدم بثاني الأهداف لفريق فيوتشر، وثاني هدف له على المستوى الشخصي. هو مروان محسن عرف الطريق إلى المرمى وبسهولة يسكنها في الزاوية اليمنى لحارس المرمى مرسي السيد بهدفين دون مقابل. طارق طه في الناحية اليسرى أرسلها داخل منطقة الجزاء، الكرة سكنت شباك طلع الأسطول، الكرة قوية وبرأسية ممتازة من مروان محسن. مروان يسجل يصعب المهمة على فريق طلع الأسطول من عرضية ثم رأسية. أخطأ المدافع طارق الشملاوي في إبعاد الكرة العالية اللي أرسلها طارق طه ليضع الكرة في الشباك ليسجل ثاني الأهداف.